الله يكمل بخير اخويا. والله تتقهرنا احمدنا الله والله ومالك الحمد والحمد ونشكر الله العظيم قهرنا وبزاف قهرنا والله ما بقينا نقدر نعوموا في الدار لما لقينا العمولة اللي ما نسيروا والله العظيم الحمد لله نحمد ونشكر اخويا والله تتمحلنا وتقهرنا والله العظيم ما بقينا قدرنا نعوم ودابا الكلاب يشدونا بالبروده وداك الشيء قسما بالله ونحمد ربي ونشكره والله عمل سيدي ربي يحيد علينا هذا الوباء ويقاد لنا هذه الامور راه تقهرنا وهذا الله والحمد لله ونشكره. مرحبا مرحبا بكم فرحنا سيدي فرحنا وانا نسيقوا فين يجوا الحباب يشوفوا يعوموا ان شاء الله الحمد لله باش يعوموا تحلا ونعوموا هما ما بقاوش قاعدين رايحين خانزين ما كي جا عام هذا وحنا مريحين هذا مرضي الوالدين. خبر معزيز من الله سبحانه وتعالى نزلنا هذه المعزيزه حنا بغينا خويا نخدموا ودارينا ودار وليداتنا وما كرهناش اخويا تمعشوا على الوليدات والله يدير اللي فيها الخير. مدوزنا مكرفص حاله ما هي مدقدقه وعلى المحسنين هما اللي واقفين معانا هما اللي يعاونونا هما اللي يعاونونا على الوليدات وعلى الوقت. كيسولوا علينا كليان كيجيو يسولوا علينا احنا ناس مزيانين احنا طيبات ديال الحمام كنحكوا للناس. ايوا بغينا هذا الرزيق ديال الله سبحانه وتعالى ييسر فيه الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء كنشكروا هذه القناة المساند الرسمي لأرباب الحمامات. ثانيا نبارك لأرباب الحمامات والشغيلة من ضمنهم الكسالة والطيابات والفرناتشيين والكياسة نبارك لهم لأن أصحاب الدار البيضاء هذه الشغيلة وهذا أرباب الحمامات اليوم عندهم عرس حقيقة هذا عرس وعرس كبير لأنه واحد الفرحة فرحة كبيرة لا يعني لا مثيل لها. والشكر أول وقبل كل شيء لجلالة الملك الذي سمع معاناة أرباب الحمامات وسمع معاناة الشغيلة والكسالة والطيابات وكذلك الشكر لوزارة الداخلية ولوزارة الصحة وكنشكر وزارة الداخلية صراحة لأننا صدعناهم حقيقة من العمالة والباشا والقياد دائما كنعيطوا كنسولوهم واش اليوم واش غدا ومسا كنت هما معانا وكنشكروهم صراحة حقيقة وكذلك كنشكروا يعني جميع الكسالة والطيابات اللي عانوا وقاسوا وصبروا على هذه المعاناة وكذلك نحن لأننا قاسينا لازمنا واحد العام اللي هو عام صعب جدا حقيقة وكذلك كنشكروا واحد المجموعة ديال أرباب الحمامات ديال الدار البيضاء اللي واصلوا وتواصلوا وبحثوا ويعني وجرينا كلنا وكنشكروا من هذا المنبر كنذكر من بعض منهم واحد الاسماء الحاج سعيد ومدام زياني وايمان ويوسف بوعادي وسي عبد الصادق وسعيد شعوط يعني مجموعه طويله كنشكرهم على المعاناه ديالهم وكما كنعاود نكرر راه نحن فرحانين واحد الفرح كبير والله يبعد لنا هذا الوباء والحمد لله اللي نزل هذا الوباء يعني العدد هبط شي شويه والداخليه سمعت المعاناه ديالنا وعلى ضمنها الحمد لله تحلوا الحمامات. مرحبا بكم الاله غدا نرجع لا حنا السيمانة التابعة غنجيو ليك السيمانة التابعة يلا يلا تلقى في قصاري قريبين نجيب له. بالنسبة للخبر اللي تلقيناه حقيقة والله العظيم أنا بنفسي عيطت لواحد الكسالة اللي عيطت لها زغرتات وفي نفس الوقت بكات وفي نفس الوقت الوليدات ديالها قالوا لها أمام واحد البنية عندها 8 سنين قالت لها أنا اللي غادي نمشي نغسل الحمام بالفرحة قالت لها ملي رجعتي أمام الخدمة أنا اللي غادي نمشي نغسل الحمام يعني واحد الفرح فرح كبير واخا نعبر يعني ما يمكنش نعبر على الفرح ديالنا وديال الشغيله وديال جميع العاملين في الحمامات. صراحه هذا العام دوزنا حاله يرتلاها ودوزنا مكرفسين حنا ووليداتنا وما كرهناش هذه المعززه من عند الله سبحانه وتعالى يتحقق لنا هذا الحلم ديالنا ونتمعشوا حنا ووليداتنا.
بالنسبه للساكنه ديال الدار البيضاء كنقولوا لهم مرحبا بكم، ولكن حقيقه هذه واحد الرساله بغيت نوصلها للساكنه بالنسبه للناس المستحمين وكذلك الارباب الحمامات، خصنا نحافظوا على التباعد ونحافظوا يعني على الطاقه الاستيعابيه. وصراحه الله انا بنفسي واخا يكون الازدحام غنحبس الناس، لان عندي الربح انا وهي السلامه الصحه ديالنا وسلامه المواطنين وسلامه الناس المستخدمين او لا. السلام عليكم، احنا فرحانين بهذا القرار الجديد اللي خرج دابا بان الحمامات غادي يحلوا. تقريبا شي سنه هذه باش كان الحمامات سادين، عانينا بزاف صراحه. احنا فرحانين بهذا القرار هذا والحمد لله على هذا القرار الجديد اللي خرج ان شاء الله. نتمنوا لكم عواشر مبروكه. علاش جيتينا؟ جيت شفت الحمام حال بحال هكا وانا نجي نشوف الحمام بالي حال، فرحه كبيره المغاربه كاملين ان شاء الله يكونوا فرحانين بهذا القرار هذا. طبيعة الحال تجي غدا ان شاء الله ضروري. بارك الله فيكم. نعم، قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.